يمكن أنا مو موظف إداري مثلهم، بس أنا كمان بتحمل المسؤولية لأنه أنا واثق برفقاتي كلهم. بما أنه قديتي وعدتنا يعني كل شي رح يكون منيح أكيد، شو أساس؟ ها؟ طيب ماشي، اللي قالوا أنهم رح يتحملوا المسؤولية رح تكون أسماءهم بهالمسابقة، واللي ما قدروا أنه يتحملوا هاي المسؤولية إلغي أسماءهم من لوحة المسابقة. تانري مدام، أنا آسفة، ما رح يتكرر هالشي، أنا كمان بتحمل المسؤولية. حلو، لسه في عندي شرط تاني، ما بدي إياكم تعتبروا إنه هدف هاي المسابقة هو شغل، لازم تعتبروه حلم. ساعتها بتصير هالمسابقة حقيقية. شكراً كتير لإلك. بتمنى لكم هلأ كل التوفيق. يلا خلونا نبلش شغل عن جديد.